ياما ما ينفعش كده، الدكتور قال لازم تاكلي. يحرم عليا الزاد وانا مش عارفه اخوك حصل له ايه، وبعدين انت قاعد جنبي وسايبه. انت اهم ولا هو؟ وبعدين هقف جنبه اعمل له ايه يعني؟ مع عبد ربه مقوم له اكبر محامي زي ما بيقول. خلاص بقى طالما انا ماليش لازم اعمل ايه؟ وبعدين يعني عايز انا اروح اقف ورا الاستاذ المحامي عشان اتعلم منه؟ يا حبيبي وقفتك جنبه بالدنيا واللي عليها، ده انت اخوه. من بره. براءة يا عم، من غير ما تعيبك وخليك تترفع عني. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. وحشتيني يا امي. الحمد لله على السلامة يا قلب امك. الحمد لله على سلامتك انتي، كده تقلقيني وتوجع قلبي عليكي. انا طبت اول ما شفتك يا ضلايا. الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب، ما رضيتش تزعلني في الدنيا. بقول لك ايه، وجه عرب يا ابن باك، انت بعد كده انت مش هتخرج من باب البيت، ولو خرجت انا همسك العصايه اللي كنت بمسكها لك وانت صغير واضربك بيها. يا ابني انا قلبي خلاص ما عادش يستحمل ان اشوفك انت ولا اخوك تبعدوا عني ولا يجرحكوا حالي. انا ماليش غيركوا يا عرب. أنا بالله عليك كفاية، بالله عليك كفاية. أنا لا هتحرك ولا أروح ولا أجي، هفضل تحت رجلك العمر كله. المهم أرضاكي عليا، ودموعك دي عندي للدنيا. لما بتطلع بقى يا أما بقى، ما تخليني أعيط أنا كمان وشكلي بقى وحش قدامك وتتهز رجولتي. عاملة إيه دلوقتي؟ أنا بخير طول ما أنت بخير يا دنايا. والله يا ابني أنا مش عايزة أي حاجة في الدنيا غير كده. إيه ده؟ ده الأكل زي ما هو. ياما ما ينفعش الكلام ده، ده محسن قال ان الدكتور منبه ان انت لازم تاكل كويس. ما كلتش لقمه من صباحيه ربنا، الدنيا قفلت في وشها من اللي شايفاه. ملف السعاده عاليه، والله يسلمك اخويا. اسمعي ياما، الكلام ده مش هيجي معايا، قسما بدين الله لو ما اكلتي دلوقتي من ايدي هروح للحكومه اسلم نفسي واقول لهم ان انا اللي قتلتها. تشيلش منه يا حبيبي، انتوا مالكوش الا بعض. ربنا يهديه. ربنا يخليكوا لبعض. يخليك لينا. خدي دي كمان. يلا. يلا بقى. الزلموكه دي.